السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلث لايف الرياضي من خلال برنامجنا. نقدم لكم فقرتين، الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين، الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين ومن خلال هذه التمارين نشرح لكم بالشكل الصحيح والخاطئ على أساس تستفيدون بالشكل الصحيح. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع ما هو الفرق التمرين على معدة فاضية أو معدة خالية أو التمرين من بعد تناول الوجبات، وأي شخص يحتاج التمرين على معدة خالية والأشخاص اللي يحتاجون أنهم يتناولون وجباتهم من بعدها يتمرن. أول شيء طبعاً اللي يختلف عن الشخص اللي يتناول على معدة خالية اللي هم الأشخاص دائماً اللي يكونون وزنهم عالي، فبالتالي يحتاجون أنهم يخسرون نسبة دهون عالية، يخسرون كيلوات كثيرة من جسمهم واللي أغلبها تكون من الدهون، اللي هم الأشخاص المصابين بالسمنة، فبالتالي يتمرن في الفترة الصباحية على معدة خالية، فبالتالي راح تساعده على اللي هو حرق الجلوكوجين الموجود في الجسم، مما يساعد الجلوكوجين الموجود في الجسم على تنظيم السكر في الدم، وكذلك يتغذى على الدهون ويحولها إلى طاقة في الفترة الصباحية، مما هذه الطريقة تساعد على خسارة الدهون. صحيح هذه الطريقة ممكن تكون عند أشخاص أن يتمرنها بشكل كبير، ولكن هذول الأشخاص دائما يكون نسبة أو دائما هذول الأشخاص حابين يخسرون نسبة دهون عالية، حابين يقسمون جسمهم أكثر. يعني في بعض الأشخاص تلاحظهم يلعبون تمارين الكارديو، تمارين الكارديو تساعد من زيادة حساسية الأنسولين، تساعد على حرق سعرات حرارية أكثر، فيتمرنون على معدة خالية على أساس عملية حرق الجلوكوجين تزيد بجسمهم، فبالتالي يخسرون الدهون من بعدها يتناولون وجباتهم ويتمرنون. يعني شوف هذه الطريقة هني راح تساعدهم بشكل كبير على خسارة الدهون. أما الأشخاص اللي حابين يزيدون بوزنهم، أفضل طريقة لهم أنهم يتناولون وجباتهم مثلاً 3 إلى 4 وجبات أو على الأقل لو وجبتين قبل التمرين، من بعدها يلجأ إلى التمرين فيتمرن بالطريقة الصحيحة اللي هي تخلص تمرينه تمرن أيضاً تمرين الكارديو، بعدين يتناول وجباته على أساس يتغذى الجسم على الكربوهيدرات اللي تناولها، ما يتغذى على الدهون، ممكن الشخص نسبة الدهون عنده قليلة فبالتالي تضعفه زيادة. أنت حاب تزيد في الوزن، حتى لو زيد نسبة الدهون قليلة ما يخالف، زيد نسبة الدهون قليلة على الأقل ترفع من وزنك وترفع من الحجم العضلي أثناء التمرين، وأفضل وقت لك أنك تتمرن من بعد 3 وجبات أو وجبتين. فهذه الطريقة راح تساعدك بشكل كبير على الحفاظ على كتلتك العضلية، وكذلك تساعدك على اللي هو زيادة وزنك. فبالتالي طريقة التمرين اللي هي في فترة صباحية للأشخاص اللي بيخسرون بوزنهم، أما بالنسبة حق الأشخاص اللي يبي يزيدون بوزنهم، الأشخاص اللي هم يتمرنون في فترات المسائية أو تناول وجبتين من بعدها يتمرنون. وهذا كان موضوعنا اليوم، إن شاء الله أتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديدة. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل. راح أقدم لكم مجموعة تمارين وهي تمارين تستهدف أكثر من عضلة، وكذلك تساعد على حرق الدهون، وأيضا تساعد من رفع حرارة الجسم والتخلص من الدهون. معي الدامبلز راح يكون اللي هو في التمرين الأول عبارة عن تمرين البوش أب، استهداف عضلة الصدر زائد عضلة البيطان وأيضا عضلة المعدة في التمرين الأول. لاحظ راح أثبت الدامبلز بهذه الطريقة، أحرك لمدة 10 ثواني بهذا الشكل، وأيضا أنزل بهذه الطريقة، أخذ الذراع الثانية بهذا الشكل،
10 تكرارات لهذا التمرين، وأيضا مباشرة بهذه الطريقة لمدة 10 إلى 20 ثانية، وأيضا مباشرة بهذه الطريقة. هذا بالنسبة حق التمرين الأول، استهدفت فيه أكثر من عضلة اللي هي عضلات البطن، وكذلك عضلة الصدر وعضلة البيطان. التمرين اللي بعده راح يكون كالتالي، راح أثبت الجسم بهذه الطريقة، تحريك الجسم بهذا الشكل أو تحريك الذراعين عفواً بهذا الشكل، الجسم ثابت معي بهذه الطريقة، أستهدف عضلة الأكتاف الجانبي، مباشرة أستهدف عضلة الأكتاف الأمامي بهذه الطريقة، بمعنى أني استهدفت عضلتين في وقت واحد، العضلة الجانبية زائد العضلة الأمامية، 10 تكرارات بهذه الطريقة، وأيضا 10 تكرارات بهذه الطريقة. هذا التمرين الثاني. بالنسبة حق عضلة الأكتاف، التمرين اللي بعده راح يكون اللي هو استهدافي حق عضلات الرجل الخلفية. لاحظ أثبت الرجل بهذا الشكل، النزول بهذه الطريقة والصعود إلى الأعلى. هذا التمرين راح يساعدني على شد عضلات الرجل الخلفية. لاحظ الرجل تكون مفرودة معي بالكامل، وأنزل بهذا الشكل والصعود بهذه الطريقة. هذا التمرين الثالث، واستهدفت فيه عضلات الخلفية للرجل، عدد التكرارات 15 تكرار في 4 جولات. التمرين الأخير راح يكون كالتالي، أنزل بهذا الشكل. هذا التمرين ياخذ لي العضلة الداخلية للرجل، لاحظ بهذه الطريقة 10 تكرارات بهذه الجهة، وأيضا 10 تكرارات في الجهة الثانية، مما يستهدف لي العضلة الضامة بشكل كبير. وأيضا التمرين هذا راح يكون في 3 جولات. طبعا بهذه التمارين اللي قدمتها لكم، استهدفت فيها أكثر من منطقة في الجسم. أتمنى أنكم استفدتوا منها بهذه الحلقة إن شاء الله، وبالحلقات المقبلة راح نقدم لكم إن شاء الله تمارين جديدة.